السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد مع عمر دايزر. ايه الاخبار يا جماعه؟ ان شاء الله جميعا بخير. والنهارده عايز اتكلم معاكم عن اختراع لطيف جدا. في فئات كده من المنتجات، شويه حاجات كده لما تفكر فيها تحس انك عارف انها كويسه، لكن تقول كده انا ماليش فيها، ماليش في الحاجات دي، ما اوكي عارف انها كويسه بس انا ما بحبش استخدمها. لكن لما تجربها فعليا بنفسك وتشوفها كده قدامك تحس ايه ده، انا ازاي ما استخدمش الحاجات دي من زمان، انا ازاي ما جربتش المنتجات دي من زمان. المنتج اللي معانا ده النهارده هو يعتبر حاجه من هذه الفئه. خليني اقول لكم ان انا كنت واحد من الناس اللي شايف ان الفئه دي من المنتجات هذا الشيء ناس كتير بتستمتع بيه وعارف ان هو كويس، لكن بقول مش ليا انا وبستخدموش قوي. بس بصراحه انا بقالي فتره مش طويله بجربه وغيرت رايي جدا بصراحه. اوريكم دلوقتي هو ايه بالظبط. على فكره استخدمته شويه ورجعت تاني في العلبه عشان اوريكم عمليه الانبوكسنج. وقبل ما نبدا لا تنسوش لايك العنيف، يا ريت كمان تشتركوا في القناه، شغلوا جرس التنبيهات عشان تكونوا معانا في كل الاختراعات والتجارب الجديده اول باول. اوكي، عندنا هذا الصندوق اللطيف باللون البني، مبهدل شويه بس عشان الشحن وما الى ذلك. دي من شركه اسمها فيوسونيك، اكيد سمعتوا عنها في الشاشات وحاجات زي كده. المنتج نفسه من سلسله اسمها ام سيريز. خلينا نفتح العلبه اوريكم دلوقتي بالظبط ايه هو الام سيريز عباره عن ايه. ده تحديدا على فكره اسمه فيوسونيك ام 2 من سلسله الام، في ام 1 كمان على فكره. وهنا عندنا اوكي زي صينيه كده، تحت بقى عندك شويه الاكسسوارز والاضافات والادوات. اذا محدش قال لك ده عباره عن ايه بالظبط، اظن من الحجم مستحيل تخمن ده عباره عن ايه. يعني زي ما هتشوف ده صعب جدا تقول هو ايه من حجمه الصغير. في شنطه كمان طبعا، كابلات وشواحن ومعرفش ايه، وهنا كمان في ريموت كنترول. اوكي نرجع تاني للام 2، وده يا جماعه خمن كده، ها ده يا جماعه خمن كده، شكله جوحي كده اطلاقا، بس ده بروجيكتور. اعتراف من الاول بصراحه انا يعني ماليش خبره اطلاقا في البروجيكتورز، بس انا عارف ان هم كبار، شفتهم طبعا واستخدمتهم قبل كده، بس عمري ما كان عندي واحد هنا وجربته فعليا بنفسي لفتره. وانا شايف ان ده يعتبر صغير جدا بالنسبه للبروجيكتورز الهاي كواليتي. عارف دي حاجات صغيره وحاجات بتطلع من الموبايل كمان ومعرفش ايه، بس كلهم ما بيدوكش صوره هاي كواليتي. ده بيديك صوره فول اتش دي، بتدعم الاتش دي ار وبتعمل حاجات ثانيه زي ما حكيت دلوقتي، وفي باكج لطيفة جدا وشيك. بس هم زي ما شايفين مش كبير اطلاقا، والوزن كمان على فكرة خفيف وشكله شيك بصراحة. اللون البرونز او البني اللي مختارينه ده ما ظنوش معدن، بس مصنوع كويس جدا وشكله شاكر. يعني ده لو حطيته على المكتب وعلى اي حاجة مستحيل تقول ان ده بروجيكتور اساسا، او تقول ان هو حاجة كده شكلها رخم بالعدسات الكبيرة واللون الابيض الضخم بتاع البروجيكتورز القديمة شوية او العادية. يعني حاسس ده احسن واشيك بمراحل. البورتس كلها عندك موجوده من الظهر، عندك اتش دي ام اي، يو اس بي سي، ومدخل الباور، وفي كمان مايكرو اس دي، وعندك اوديو اوت ويو اس بي اي، في حاجات كتير اوبشنز. عندك هنا سماعه، ومن الوش كمان سماعه ثانيه. وعلى فكره مدخل الباور هنا مش هو الحاجه الوحيده اللي تقدر تشغله منها زي ما احكي لكم دلوقتي. وطبعا عندك العدسه بتاعتك هنا موجوده، ملهاش بروز، ملهاش اي حاجات حواليها. شكله اليجنت وانسيابي ولطيف ويصلح لاي بيت شيك مش هيبان فيه اطلاقا. من تحت الام 2 بيجي مع ثلاث رجلين رابر كده، وتقدر كمان تظبط الارتفاع بتاعهم عشان لو حطه على حاجه مايله شويه تقدر ترفع رجلك اكتر من رجل. والحركه لطيفه كمان ان في زي كده الدراع بيطلع هنا، ده يعتبر زي ستاند بحيث ترفع الزاويه بتاعت الشاشه بتاعته، بترفع الشاشه بتاعتك على الحيطه قدام شويه اعلى شويه، ومفيش كليكات يعني اي وقفه انت عايزها. او كمان بعد ما تخلص استخدامه ممكن تستخدمها عشان تشيل الجهاز فعليا، تستخدمها كانها هاندل وهي تستحمل ومصممه لكده فعليا، فموضوع لطيف. ده من المنطقي انك تشيله. طبعا البروجيكتورز العاديه انت بتثبتها في مكانها، بتربطها في حاجه معرفش ايه، ده من المنطقي انك تشيله عشان ده مش لازم تستخدمه اصلا مع الكهرباء، ده ممكن تشغله فعليا عن طريق باور بانك. هو بيجي معاه في العلبه هذا الباور بريك الادابتر عشان تشغله منه، لكن مش محتاج تستخدمه اطلاقا، انت ممكن فعليا تستخدمه عن طريق شاحن موبايلك، وانا جربت الموضوع ده عن طريق مدخل يو اس بي سي هنا. وكمان ممكن تستخدم باور بانك عادي جدا، وال 10000 ملي امبير هتديك ساعتين مشاهده، يعني الفيلم ب 10000 ملي امبير وتشيز مش سيء اطلاقا. فده يتحول لجهاز لطيف جدا للرحلات والبيكنيكس والطلعات وما الى ذلك. تخيل كده طالع الساحل، طالع رحله، طالع مخيم، طالع اي حته التلفزيونات فيها دايما تبقى صغيره ووحشه، يكون عندك دلوقتي تلفزيون عملاق باستخدام اي حيطه حواليك او حتى جنب الخيمه نفسها. الموضوع يكون مسلي جدا. طبعا عن طريق الباور بانك انت مش مربوط باي كهرباء في الموضوع. طبعا بقول ساعتين يكفوك فيلم، لكن ساعتين كمان يكفوك ماتش كوره. تخيل ان في ماتش مهم جاي، كاس عالم، ماتشات دوري، معرفش ايه،
جاهز زي ده تاخده وتعمل لك احلى استاد في اي حته، والصوره هنا بتطلع عملاقه جدا زي ما حكيت لكم دلوقتي. عشان كده هو بيجي معاه هذه الشنطه اللطيفه وتشيز، ليه جاي شنطه مع بروجيكتور؟ اكيد مش هاخده معايا في كل حته، لكن ده فعليا من المنطقي انك تاخده معاك في اي حته وانت مسافر او انت طالع او ما الى ذلك، او كمان ممكن تستخدمه في الشغل اذا عندك مؤتمر، عندك برزنتيشن، عندك اي حاجه زي دي، تاخده معاك توصل باور بانك في اي حته وتعرض اللي انت عايز تعرضه. او كمان ولا شغل ولا افلام، ليه ما تستخدموش في الجيمنج؟ عندك مدخل HDMI ممكن تربط عليه اي حاجه فعليا، او تعمل ميرورنج للموبايل بتاعك وتشغل PUBG حتى على شاشه 100 انش. خلينا نجرب الحاجات دي كلها بس اوريكم بقيه الحاجات اللي تيجي معاه في العلبه. الام 2 على فكره بروجيكتور سمارت، يعني مش لازم توصله بكمبيوتر ولا تعمل له سيت اب ولا اي حاجات غريبه، هو عليه فعليا نظام تشغيل وبيجي معاه هذا الريموت اللطيف. اوكي عندك تعلي الصوت وطي الصوت، ما اعرفش تقلل في سيتنجز زي ما هنشوف دلوقتي، وشكرا ان بيجي معاه البطاريات بتاعته، اشكركم على هذا الموضوع. والحاجه اللي شايفها شكلها فلاش ميموري دي فعليا الادابتور بتاع الواي فاي عشان عايز اشبكه على واي فاي. انا مش فاهم ليه مش بيجي انكلودد جوه مباشره، بس يمكن دي الحاجه المنتشره في البروجيكت اوس، انا مش عارف. على فكره انت مش محتاج تضيع واحد من البورتس بتاعتك عشان تركب الدونجل بتاع الواي فاي، عشان في زي درج صغير هنا كده بيديك يو اس بي اي تاني، وتركب الادابتور هنا فيه مباشره وتسيبه جوه اساسا. اهو دلوقتي ثبتناه في مكانه فعليا وتقفل ضغط عليه بس على كده. نسيت اقول لكم كمان ان في مكان للترايبود لو عايز تثبته على ترايبود، برضه ممكن تستخدمه في اي مكان بره يعني. هنجربها مع بعض دلوقتي مباشره، ممكن خليني احكي لكم برضه على شويه من الحاجات اللي بتميز الام 2. اولا انت مش محتاج مسافه كبيره اطلاقا عشان تاخد شاشات عملاقه، من مسافه متر و60 بس هتاخد 60 انش، اوكي؟ كان عندك تلفزيون 60. اذا عندك مسافه مترين و20 which is برضه مش كبير على اي اوضه، يبقى عندك 80 انش. لو مترين و70 which is برضه مش كبير، هيكون عندك 100 انش. شاشة سينما رهيبة. حسب ما انا دورت تقريبا كل البروجيكتورز البورتابل تقدر تاخدهم معاك تشغلهم باور بانك وما الى ذلك، اخرهم اتش دي مش فول اتش دي. فطبعا لما تشغل اتش دي على شاشة 100 انش اكيد ما تتوقعش كواليتي هايل. هنا فول اتش دي بيدعمل اتش دي ار، والصورة حسب ما انا شفت الايام اللي فاتت بصراحة خطيرة جدا جدا. الاضاءة كمان هنا 1200 نتس. اوكي ركبنا الام 2، خليني اوريكم بقى حجم الصورة تقدر تاخدها من مسافة تقريبا اقل من مترين. انا حاطه دلوقتي على حرف الترابيزة اللي انا بقعد عليها، وزي ما شايفين هو يمكن مش باين، خليني اوريكم سكيل. فانا جنبيها كده، ادي الحجم دلوقتي. انا مش قادر احدد قد ايه بالظبط، ولكن بحجم تلفزيون عملاق يعني. طبعا كل ما ترجع لورا اكتر تقدر تكبر الشاشه اكتر. طبعا زي اي بروجيكتور انت بتاخد احسن نتيجه لما بتخفف وتقلل الاضاءه على قد ما تقدر. انا دلوقتي مشغل ال اي ديز اللي في السقف، ومشغل كمان كشاف كبير. خليني اطفي الحاجات دي كده تدريجيا، اطفيت الكشاف الكبير، دلوقتي نطفي الحاجات اللي في السقف وسايب بس نور ضعيف كده حواليا. وكده عن نفسي شايف شخصيا الشاشه واضحه جدا قدامي، مش شايف اي زغلله في الاضاءه. ده الهوم سكرين بتاع الام 2، تقدر تتعامل معاه بريموت كنترول عادي جدا. وهنا عندك زي عندك الاب تويد، عارفين زي اب ستور كده، تقدر تنزل عليه ابلكيشنز زي نتفليكس، زي اي حاجات تانية بقى بتاعت ستريمينج وما الى ذلك، بي بي سي، امازون برايم، كل الحاجات اللطيفه دي. او طبعا ممكن تستخدم اي حاجه موجوده عندك على الجهاز نفسه شخصيا، ممكن تنزل الابلكيشنز دي هتكون موجوده عندك كابلكيشنز هنا، او تستخدم كمان فايل مانجمنت وانك تحط عليه فلاش ميموري، تستخدم عليه اس دي كارد وما الى ذلك. او طبعا ممكن تعمل كومبو خطير جدا انك تستخدم كروم كاست تحديدا الجديده، وتركبها في مدخل اتش دي ام اي وتتعامل معاها هي كانترفيس وكل الابلكيشنز بتاعتك، ده يبقى كومبو خطير جدا. الافلام على شاشه بهذا الحجم تبدو بصراحه مذهله، واكيد كل ما تكبر هيكون احسن وعندك مجال لحد 100 انش. الالوان تبدو بصراحه احسن بكتير مما كنت متخيل، الوان كويسه جدا جدا. اذا حد دخل اوضه كده وبص مش هيحس ان هو بيتفرج على بروجيكتور، هيحس ان هو بيتفرج على تلفزيون. بصراحه كل حاجه واضحه جدا، الكونتراست عالي، الاضاءه ممتازه، شايفه بصراحه خطير جدا. طبعا خصوصا اذا انت مظلم الاضاءه في الاوضه كويس. انا بس منور حاجه خفيفه دلوقتي مش اللي هي كحل، لكن شكلك كويس جدا جدا. في نقطة كمان مهم تعرفوها، ان الام 2 مش بيستخدم اللمبة التقليدية بتاعت البروجيكتورز او معظم البروجيكتورز بتشوفها، لا ده بيستخدم تكنولوجيا ال اي دي. ال اي دي فيه ميزة كويسة جدا مقارنة باللمبة التقليدية بتاعت البروجيكتور، ان هو بيعيش معاك فترة اطول بكتير. يعني البروجيكتور ده تستخدمه 4 ساعات يوميا لمدة 20 سنة ومش هيبوظ معاك، يفضل شغال بنفس الكفاءة، في حين اللمبات التقليدية يعني بتقعد فترة أقل بكتير وممكن تتحرق، ودي تعتبر من جزء الأجزاء الغالية جدا في أي بروجيكتور. لكن العيب في تكنولوجيا الـ LED مقارنة بالتكنولوجيا التانية إنها الإضاءة بتاعتها أقل شوية، بس أنا نفسي بصراحة شايف الإضاءة هنا
كويسه جدا جدا، بالذات ان انت بتستخدمه في اوضه ضلمه مش عايز الحيطه تبقى منوره كلها. انا بستخدمه كمان على حيطه رمادي دلوقتي، مش عارف صراحه لو استخدمته على حيطه بيضاء الوضع هيكون احسن ولا لا، بس انا شايفه هنا كويس جدا جدا بصراحه. طبعا كنت شغل محتوى من اي حاجه، من نتفليكس، من اي حاجه عندك على الموبايل، او طبعا من يوتيوب. انا مشغل دلوقتي شويه كليبات من يوتيوب، شكلها خطير جدا. كره القدم هنا شكلها رهيب يا جماعه، شكلها ممتاز. ما تكبر الشاشه ال 100 انش وتتفرج على الماتش تحس باحساس مختلف تماما. الشاشه هنا او البروجيكتور نفسه بيرد اخرك فول اتش دي، لكن بيدعم كمان تشغيل فيديوهات ال 4K، لكن طبعا بيعمل لها داون سكيلينج انها تتعرض على فول اتش دي، وطبعا بتديك ديتيلز احسن بكتير ما تشغل فيديو اتش دي. لكن بصراحه لما تتفرج من مسافه كده بعيده شويه مش هتحس باي نقص في الديتيلز، زي ما شايفين الصوره شكلها واضحه جدا جدا، انا قدام عيني مش شايف فرق بينه وبين تلفزيون فول اتش دي فعليا. الحاجات اللي فاجئتني كمان في البروجيكتور ده بصراحه الصوت، عندك سماعه قدام وسماعه ورا في ايا كان انت حاطه فين بالظبط تقدر تسمع كويس جدا، والصوت هنا ممتاز. السماعه دي من هارمان كاردون، صوت عالي 70. طبعا هو القوت من الميكروفون اللي انا راكبه معايا، بس صوت كويس جدا جدا فعليا، مناسب انك تتفرج على افلام، في نسبه بيس لطيفه واضح، مفيش نغمشه حتى لما تعليها على الاخر، فيؤدي الغرض جدا. لكن برضه انت عندك اوبشن البلوتوث، تقدر تستخدم اي سماعات بلوتوث توصلها بيه، في بلوتوث نفسه شخصيا لو عايز تسمع بقى لوحدك وتعيش الاجواء منعزل تماما. طبعا الحاجات اللي احنا مشغلينها دي كلها يعني من الانترنت، مشغلينها عن طريق الواي فاي، فهو اكيد في واي فاي على طريق الدوجن اللي شفتوه في الاول، لكن اكيد ممكن تشغل اي حاجه عندك انت شخصيا، يعني مش محتاج توصله بشبكه، مش مضطر تعمل كده يعني. حتى لو عملت سكرين ميرورنج وموبايلك هو اللي فيه شبكه كده، ممكن تشغل اي حاجه شغاله على موبايلك. وطبعا السكرين ميرورنج مش بس معناه انك تشغل او تفتح الفايلات على موبايلك، ده معناه كمان انك ممكن تلعب الجيمز اللي على موبايلك على شاشه توصل ل 100 انش يا جماعه، يعني ممكن تلعب كول اوف ديوتي مع زمايلك مثلا على شاشه 100 انش وهم مش عارفين انت عمال تكسب ليه. طبعا في الحالات دي كل حاجه وايرلس تماما، موبايلك بس هو عباره عن الكنترولر اللي انت ماسكه في ايدك وتبص على الشاشه نفسها وبتتحكم في كل حاجه منه. اقول لك ان في نسبه لاج بسيطه، بس تقدر تلعب بصراحه، مش اللي هو رايح في داهيه، الموضوع ممكن جدا. وممكن على فكره كمان شاشه الموبايل معاك شغاله، يعني ممكن تلعب انت مثلا من الموبايل والناس بتتفرج عليك او تتفرج على اي حاجه انت مشغلها معاك، موضوع لطيف جدا جدا. وخليني اقول لكم يمكن السيرفس دو هو احسن موبايل مناسب لموضوع الكاستنج ده، عشان بيطلع شاشتين جنب بعض كانهم شاشه واحده، ممكن اشغل اي حاجه بالعرض كامل من غير ما اضطر الف الموبايل نفسه، دي حاجه لطيفه. معلش الدنيا نورت فجاه، اكيد البروجيكتورز مش اختراع جديد، بس انا عن نفسي اول مره اجرب بروجيكتور لفتره كده مطوله شويه، وانا سعيد جدا بهذه التجربه بصراحه، وشايف الام 2 يعتبر اوبشن لطيف جدا في نقطة ان انت تقدر تشيله معاك وتاخده في اي مكان، مش حاجة كبيرة وحتى ايدك مربوطة في حتة واحدة بس، فكرة انك تقدر تشغله باور بانك دي لطيفة جدا، والكواليتي بتاع الصورة والاداء بصراحة لطيف وممتاز، ما عنديش معاه اي مشكلة اطلاقا كتجربة اولى لبروجيكتور لفترة مطولة فعليا. اذا حابين تعرفوا تفاصيل اكتر عن ام 2 منين تقدروا تشتروه وما الى ذلك، هسيب لكم لينك في صندوق الوصف تحت الفيديو. وبس عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك عنيف، يا ريت كمان تشتركوا في القناه، تشغلوا جرس التنبيهات عشان تكونوا معانا في كل فيديوهات جديده اول باول، يا ريت كمان تتابعونا على انستغرام فيسبوك تويتر، رابط كده تحت الفيديو. اشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي، سلام.